مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. في الموقع بوست، ماذا قال اليمنيون عن مقتل وزير رياضة الحوثيين؟ موقع بلقيس، الحوثيون يهدمون 11 منزلاً في صنعاء القديمة. ومن الأخبار المنوعة، طفلة في 14 من عمرها تشارك علماء أمريكا البحث عن علاج كورونا. بداية مع موقع بوست، قال إن حادثة اغتيال قيادي بارز في صفوف ميليشيا الحوثي أثارت موجة تساؤلات وردود فعل متباينة بين أوساط اليمنيين، وذلك بعد اغتيال مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية لحسن زيد القيادي الذي كان يقود سيارته رفقة ابنته في جسر مدينة حدا بصنعاء. أضاف الموقع أن زيد توفي لاحقا بعد إسعافه لأحد المستشفيات، بينما أصيبت ابنته بإصابة وصفتها جماعة الحوثي بالخطيرة. وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثي بصنعاء في بيان لها، أعلنت مقتل حسن زيد ووجهت أصابع الاتهام لما سمته العدوان. حسن زيد سياسي يمني ينتمي للحوثيين، ولد في صنعاء القديمة عام 54، وهو من مؤسسي حزب الحق وأمينه العام حتى لحظة اغتياله، ومن مؤسسي تكتل أحزاب اللقاء المشترك. عين وزيرا للدولة في الحكومة اليمنية عام 2014، وظل في منصبه حتى استقالة الحكومة في يناير 2015. تم إدراجه ضمن المطلوبين من القيادات الحوثية في القائمة التي أعدها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث جاء حسن زيد في المرتبة 14 في قائمة 40 حوثيا، ورصد مبلغ 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده. ردود فعل اليمنيين حول اغتيال زيد تباينت، فيما غالبية اليمنيين فسروا العملية بأنها تصفية حسابات وصراع بين الأجنحة داخل جماعة الحوثي. اليمن دورة جديدة من الصراع الإقليمي، هذا هو عنوان المقال الذي كتبته بشرى المقطري في صحيفة العربي الجديد وقالت فيه. جاء إعلان الخارجية الإيرانية أخيراً تعيين حسن إيرلو سفيراً في صنعاء، منعطفاً جديداً في سياق الصراع الإقليمي السعودي الإيراني في اليمن، فإضافة إلى تبعات دخول إيران رسمياً في الساحة اليمنية حليفاً إقليمياً وداعماً رئيساً لوكيلها المحلي جماعة الحوثي، وانعكاس ذلك على مسارات الحرب في اليمن، فإن ذلك قد يدفع الصراع الإقليمي بين إيران والعربية السعودية قائدة التحالف العربي في اليمن إلى مستوى أعلى في ظل تشاركهما المجال اليمني، فيما يمثل أيضاً انكشافاً سياسياً للسعودية. ففي حال صحة أخبار دخول السفير الإيراني من دون معرفة السعودية، إذ إنه يضع قدراتها الأمنية والاستخباراتية بما في ذلك إدارتها الأجواء اليمنية 6 سنوات من الحرب موضع تساؤل عن جدوى الإجراءات التقييدية وحالة الحصار الخانقة التي لا تستهدف سوى اليمنيين. أحياناً قد يكون ضرر المكاسب السياسية الآنية أكثر من فوائدها على المدى البعيد، وينطبق هذا على جماعة الحوثي، فبقدر ما يمثل تعيين إيران سفيراً لها في صنعاء اعترافاً دبلوماسياً بسلطة الجماعة وتوثيق علاقتها بحليفها، فإن حضور إيران في اليمن حليفاً إقليمياً لها يجعل الجماعة في مربع مكشوف لعمالتها الصريحة لإيران، وبذلك فقدت الجماعة أهم أسلحتها الإعلامية التي استخدمتها للنيل من خصمها السلطة الشرعية، ممثلاً بالرئيس عبد رب منصور هادي كونه أداة سعودية، كما أن إقامة إيران علاقة دبلوماسية مع سلطة جماعة الحوثي تعني حسم الصراع بين أجنحتها لصالح الجناح الموالي لإيران، وبالتالي صبغ الجماعة بصبغة إيرانية،
فضلاً عن أن حضور إيران في صنعاء قوة إقليمية لن تكتفي بالفرجة، يعني خضوع الجماعة سياسياً وعسكرياً لقرار حليفها الإقليمي بحيث يجعل حربها ضد السلطة الشرعية حرباً بين وكلاء إيران ووكلاء السعودية، وهو ما حاولت الجماعة التحايل عليه على الأقل بين أنصارها. كشفت مصادر في صنعاء عن توجيهات صادرة عن أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بهدم عدد من المنازل الغربية الجامع الكبير في مدينة صنعاء القديمة وعنون موقع بلقيس. ميليشيا الحوثي توجه بهدم 11 منزلا أثريا في صنعاء القديمة. وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي بدأت بعملية هدم المنازل بحجة تضررها وعدم قابليتها للصيانة. وأكدت المصادر أن هدم تلك المنازل التي يتجاوز عمرها أكثر من 600 عام يعد جريمة بحق صنعاء القديمة والتراث الإنساني العالمي. وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لإنقاذ بيوت صنعاء الأشد تضرراً، لكنها بدلاً عن صيانتها تقوم بإزالتها. تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 1400 منزل تحتاج للصيانة العاجلة والتدخل لإنقاذها من الانهيار، كون الأضرار التي طالتها تزداد يوماً بعد آخر. يمكن أن تتحول المأساة في حياة شخص ما إلى جائزة في حياة شخص آخر، يعنون موقع يمن مونيتور. صورة طفل يمني بترت قدمه تحصل على جائزة في مسابقة دولية كبرى. يقول الموقع في التفاصيل إن الصورة المفجعة للطفل صلاح الوهبي التي التقطها له فيليب كوبرن حصلت على جائزة الثناء في قسم الأفلام الوثائقية والتصوير الصحفي في حفل توزيع جوائز سينا الدولية للصور عام 2020. يضيف الموقع اختيرت الصورة من بين 48 ألف صورة أخرى في المسابقة. فيليب صاحب الصورة الفائز قال: لقد وجدت أنه من المؤثر بشكل خاص تصوير هذا الفتى الشجاع. وأضاف أنه ليس فقط في نفس عمر ابني الأصغر جيمس، لكنني أيضا فقدت أطرافا، لذا يمكنني التعاطف معه أو مع محنته جسديا وعقليا. ما الأمل ما العمل؟ تحت هذا العنوان كتب رئيس تونس الأسبق منصف المرزوقي مقاله المنشور في الجزيرة نت، وجاء في بعض فقراته: تروي أسطورة هندية أن خمسة عميان تحلقوا حول فيل يتبادلون الرأي حول طبيعة الشيء الذي يتلمسون. قال الأول: خرطوم. وقال الثاني: بل ناب طويل. وقال الثالث: كأني به أذن ضخمة. وقال الرابع: بل عمود ضخم. وقال الخامس: كلكم مخطئون، إنه ذنب يتحرك. كذلك الأمر مع الأديولوجيات، وكل واحدة لا ترى أمام مجتمع معقد إلا جزءا من إشكاليته الضخمة. هكذا يرى من يختزل كل مصاعبنا في المسألة العقدية أو في غياب الديمقراطية أو في النموذج الاقتصادي أو في امتهان حقوق الإنسان أو مسؤولية الصهيونية والإمبريالية. عندما تفتح العينين على أقصاهما ترى أن كل هذه المشاكل مترابطة أوثق الترابط، ومن العبث الفصل بينها وحتى ترتيبها أو تقديم بعضها على البعض. أضف لهذا أنك ترى فجأة أن الفيل النظري الذي فككته النظرية الأديولوجية مهددة بأخطر سبع يتربص به، وهو تغيير متسارع للمحيط الذي يجعل كل ما يقال بخصوصه لغواً ليفقد كل صلته بالواقع. لقائل أن يقول: أملنا الأخير خريطة طريق علمية. أليس العلم هو الذي يقربنا من الحقيقة ويعطينا كل هذه القدرة الهائلة على الطبيعة وعلى أنفسنا؟ نعم، لكن العلم يكون في الجزئيات، ونحن بحاجة لنظرة عامة. أضف لهذا أن العلم يتطور بلا حسيب أو رقيب وفي كل الاتجاهات، وفي فوضى عارمة ناجمة عن العدد الهائل من الأدمغة التي تبحث فيما لا يعد ولا يحصى من المختبرات وترمي اكتشافاتها إلى السوق العلمية ليقع التثبت من جودتها وإعلان صلاحيتها أو فسادها. هل معنى هذا أن قدرنا خرائط طريق ناقصة، سطحية خيالية، سهلة التفويض للمصلحة الخاصة في أجداقها الحرب الأهلية الدائمة؟ هل حكم علينا بالدوران في الحلقات المفرغة بأيديولوجيات بقية العصور الغابرة، والحال أننا بأمس الحاجة لخارطة طريق منقحة ومحينة للتعامل مع مشاكل وأخطار غير مسبوقة في عصر غير مسبوق؟ طبعاً لا، لأن لنا بوصلة لا تخيب أبداً، وهي البديل.
في جولتنا بين الصحف الناطقة بالفرنسية نطالع من موقع جورنال دو مونتريال الإخباري الكندي. اليمن سوء تغذية لدى الأطفال غير مسبوق منذ بداية الحرب عام 2014. يقول الموقع نقلا عن الأمم المتحدة: سوء تغذية الأطفال في اليمن بلغ أعلى مستويات منذ بدء الحرب التي اجتاحت البلاد في 2014. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت بالفعل عن أسفها في مارس 2017 من أن هذا الصراع بين الحكومة والمتمردين الحوثيين قد سبب في هذا البلد الفقر للغاية أو الفقير للغاية في شبه الجزيرة العربية، سبب أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا، وصمت بشكل خاص بالمجاعة والأوبئة. أما منظمة الأغذية العالمية الفاو فقد أعلنت أنه تم تسجيل أكثر من 500,000 حالة لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة في الجنوب، وتابعت أن نتائج التحقيق الجاري في الشمال يتوقع أن تكون مقلقة بالقدر نفسه. وحذرت الوكالة من أن ما لا يقل عن 98,000 منهم يعرضون لخطر الموت إذا لم يتلقوا علاجا عاجلا. بدورها وفي الموضوع ذاته، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن المنطقة الأكثر تضررا هي محافظة الحديدة الساحلية التي لطالما كانت خط المواجهة للقتال. تتابع الصحيفة: كما تم أيضا تسجيل مستويات عالية من سوء التغذية الحاد بين الأطفال في المحافظات الجنوبية والوسطى في أبين ولحج وتعز. وحذر التقرير من أن العدد الحقيقي لحالات سوء التغذية من المرجح أن يكون أعلى بكثير من ذلك، لأنه لم يتم فحص المناطق الشمالية من البلاد بعد. وتقول الكاتبة إن الأمم المتحدة تحتاج إلى أكثر من 50,000,000 دولار لتوسيع نطاق برامج التغذية على وجه السرعة. إيران تستعرض عضلاتها في الخليج. تحت هذا العنوان كتب فارزين نديمي مقاله المنشور في معهد واشنطن للسياسة الشرق الأدنى، وجاء في بعض من فقراته: سوف تبقى منطقة الخليج العربي معياراً للعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى الرغم من التعبيرات الرسمية الطنانة إلا أن الاحتمال الكبير للتصعيد في الأشهر الأخيرة جعل كبار رجال الدين في نظام طهران قلقين للغاية، مما أرغم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي على استبعاد أي احتمال من هذا القبيل بفضل الردع القوي المكلف للغاية للحرس الثوري الإيراني. وفي غضون ذلك، أجرت الولايات المتحدة العديد من التدريبات الحازمة في الخليج العربي مع تجنبها اتخاذ تدابير في أماكن أخرى يمكن أن توفر لإيران تبريراً فورياً للتصعيد العسكري. وعلى سبيل المثال، امتنعت الولايات المتحدة حتى الآن عن اعتراض شحنات البنزين الإيرانية إلى فنزويلا، واختارت أساليب مقنعة بدلاً من ذلك، غير أن هناك حدوداً لهذا النهج، كما أظهر شريان الحياة المستمر للبنزين الإيراني إلى فنزويلا. ومن غير المرجح أن تؤثر سياسة الضغط الأقصى الأمريكية على القدرة العسكرية الشاملة لإيران، بالنظر إلى أن رفع العقوبات المفروضة على الأسلحة بالكاد سيؤثر على أسواق الأسلحة، وسينظر إليها المتشددون في النظام وخاصة داخل الحرس الثوري الإيراني كدليل على أن الولايات المتحدة عالقة في حالة لا مجال فيها للفوز، وعليها إما مغادرة المنطقة والتخلي عن القدرة على محاربة إيران أو البقاء تحت رحمة القوة الإيرانية المتراكمة. وعلى الرغم من أن تصوير وجود جبهة لا تقهر ضد العدو هو جزئياً لرفع الروح المعنوية في بلد يعاني من مصاعب اقتصادية ووباء كوفيد-19، لأن ذلك لا ينبغي أن يحجب الواقع بأنه بالنسبة لعدو أيديولوجي شديد العدائية والذي أصبح الآن مطمئناً لقوته العسكرية، فإن الرضوخ تحت الضغط لن يكون خياراً. إلى جانب كبار العلماء الأمريكيين الذين يعملون على تطوير علاج لمواجهة كورونا، تشاركهم طفلة في إجراء الأبحاث. فمن هي
وكيف قبل الباحثون مشاركة فتاة في 14 من عمرها. نطالع من موقع الكومبس، تلميذة هندية أمريكية تخوض تجربة مع العلماء لإيجاد علاج كورونا. اسم الطفلة أنكا شيبرولو، وقد فازت مؤخرا بجائزة بلغت قيمتها 25,000 دولار في بحث لها في هذا الصدد، في الوقت الذي عجز علماء العالم عن رسم خارطة طريق واضحة تؤدي إلى اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا. يقول الموقع، بفعل مجهودات التلميذة الجدية المتواصلة نجحت في الفوز ضمن مسابقة أمريكية بمشروع يهدف إلى القضاء على الوباء. وذكرت مجلة ذا ليلي أن أنكا قد تفوقت على 9 مرشحين نهائيين آخرين تراوحت مشاريعهم بين القفاز الآلي إلى الجهاز الذي يكتشف الجسيمات غير المرئية في الماء، لتحصل على لقب أفضل عالمة صغيرة في أمريكا، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية خاصة في بلدها الأم الهند. بعد سنوات من البحث والتدقيق، تمكنت وكالة ناسا الأمريكية من تأكيد معلومة احتواء سطح القمر على الماء، اكتشاف قد يؤدي إلى المزيد من الاكتشافات العلمية ليصبح القمر مصدراً لموارد اعتبرت حتى اليوم خاصة بكوكب الأرض. نطالع الخبر من موقع الدي دبليو الألماني. وكالة ناسا، القمر يكتنز كميات من المياه أكبر بكثير من المتوقع. الاكتشاف الجديد يشير إلى أن الماء موزع على سطح القمر ولا يقتصر على الأماكن الباردة المضللة. يتحدث فريق من العلماء عن أول اكتشاف لا لبس فيه لجزيئات الماء على سطح القمر، وفي الوقت نفسه تشير تقارير فريق آخر إلى وجود ما يقرب من 40,000 كيلومتر مربع من الظلال الدائمة التي تحتوي على جيوب من المياه في صورة جليد. وأكد العلماء أن هذه المياه قد تكون ناجمة عن سقوط الكويكبات التي ارتطمت بالقمر قبل مليارات السنوات، والتي يعتقد بأنها المصدر نفسه للمياه على الأرض. جزيئات الماء محاصرة إلى الأبد بسبب البرد، وفي حال تطوير تقنيات الاستخراج من شأن ذلك توفير مورد محتمل لبعثات الفضاء المستقبلية، ولا سيما بوابة القمر، وهي المحطة المصغرة المستقبلية التي ستقام في مدار القمر. ولهذا الأمر أهمية خاصة لناسا التي تعمل على إطلاق مهمة مأهولة إلى القمر في 2024. مع حلول فصل الخريف تتزين الشوارع بأوراق الأشجار الصفراء، بيد أن هذه الأوراق المتساقطة التي نراها مظهرا جماليا للخريف يعتبرها العلماء عوامل محددة لسرعة دوران الكوكب بأكمله. وعنون موقع رائج الإخباري متسائلا، ما علاقة أوراق الخريف المتساقطة بسرعة دوران الأرض؟ تتساقط خلال فصل الخريف أوراق الأشجار وينتهي بها الحال على الأرض، ما يعني أنها أقرب لمركز الأرض بحوالي 27 متراً، وهو متوسط المسافة بين قمة الأشجار وسطح الأرض، بما يخلق بعض الثقل لدى المركز، ما يؤدي بدوره إلى سرعة دوران الأرض. تتكرر الظاهرة ذاتها ولكن بشكل معاكس خلال الربيع، حيث تنمو الأوراق على أغصان الأشجار، ما يخلق توازناً جديداً بعيداً عن مركز الأرض، ويؤدي إلى انخفاض سرعة دوران الأرض. لكن يظل الدور الذي تلعبه الأشجار من خلال تساقط أوراقها محدوداً، حيث يقتصر تأثير تلك الظاهرة الطبيعية على سرعة دوران الأرض بمعدل أجزاء من الثانية فقط. صور مختلفة لأحداث مختلفة أيضاً تنشرها صحيفة الغارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة.
الجمل الكثيرة التي تكتب لتوصل فكرة ما قد تختصرها رسمة واحدة، كما هو الحال في رسوم الكاريكاتير. نتابع. بهذا نكون وإياكم مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.